معي الآن الفنان الكبير الأستاذ كمال أبو ريا. مساء الخير يا فندم. مساء النور. أهلا وسهلا. ازيك أستاذة أمنية؟ ازاي حضرتك؟ الله يبارك فيك ومبروك على مصر على يعني الظاهرة الحضارية الجميلة والوعي. الحقيقة النهاردة كان شيء مبهر، أبهرنا الحقيقة الشعب المصري وبشكل كبير جدا في اليوم الأول للماراثون الانتخابي. حضرتك النهاردة أدليت بصوتك فين، واحكي لي يومك كان شكله إيه؟ أنا إن شاء الله بكرة بإذن الله. بكرة إن شاء الله كان عندي فأنا بكرة إن شاء الله، بس أنا متابع على شاشات التلفزيون على القنوات المصرية كلها كل اللي بيحصل يعني، والشيء الجميل اللي أنا شفته النهاردة والإقبال الشديد والوعي الكبير، مصريين ومنتظرين من بدري من قبل ما اللجان تفتح وعدد كبير، ويعني طيار وعي شيء عظيم جدا جدا، ويعني الحقيقة يعني فارق عن كل الانتخابات اللي فاتت. عايز أتكلم كمان عن شباب مصر، لأن مصر فتية النهاردة يمكن بيشارك في الانتخابات الرئاسية أكتر من 2 مليون شاب. شفنا النهاردة الحقيقة مظاهرة حاشدة خرجت من جامعة القاهرة لتشارك في الانتخابات وبشكل كبير. هو الحقيقة إن الشباب أدرك والشعب المصري كله أدرك إن إحنا بنمر بأيام غاية في الحساسية، ومطلوب من الناس كلها إن هم يقفوا وراء القيادة السياسية أيا كانت علشان يبقى القرار السياسي مؤثر. صحيح. علشان العالم كله يشوف طبعاً. إنه المصريين كلهم وراء القيادة السياسية أيا كانت إن شاء الله القادمة، يعني لأن إحنا يعني في ظروف سياسية شوية يعني معقدة، والقرار السياسي لازم يكون مؤثر إقليميا ودوليا، وعمره ما هيبقى مؤثر إلا ما يبقى وراه الشعب كله. فالنهاردة الشعب المصري ضرب مثل جميل جدا بأنه واعي وفاهم الظرف اللي احنا بنعيشه، وعلشان كده نزل بكثافة شديدة جدا يدلي بصوته اللي هو حقه الدستوري. عايز أتكلم كمان حقيقة عن دور القوى الناعمة في المرحلة القادمة، وخاصة أن احنا نعلم جميعا أن العالم بيمر بظروف صعبة وشديدة، يجب أن يكون هناك دور قوي الحقيقة للقوى الناعمة وخاصة في مصر المستقبل 2024. يعني هو في القوى الناعمة يعني المفروض يبقى لها دور دائم، يعني ليس في الظروف الصعبة بس، ولكن لازم يبقى لها دور إصلاحي، دور تنموي، دور ثقافي، دور يعني من خلال سواء لو كان الفن والفنانين، من خلال الدراما المصرية، من خلال السينما، يعني لازم نبقى طول الوقت لينا دور ودور مؤثر، يعني لا سيما في هذه المرحلة الحساسة اللي هي يعني اختبار لمدى قدرة الشعب على التماسك وعلى الصلابة وعلى الوقوف صف واحد مقابل الظروف اللي احنا بنقابلها. فطبعا انا مع حضرتك ومتفق معك ان احنا لازم يبقى لنا هذا الدور، ولكن يمكن انا بعترف ان احنا ممكن نكون مقصرين شويه. انا راجل ممثل وبكلمك عن الدراما التلفزيونيه او الدراما السينمائيه او المسرح، احنا ما بنشوفش كتير يعني اعمال فنيه بتواكب الاحداث اللي بتحصل. وانا يمكن ضربت مثلا قبل كده بحرب اوكرانيا وتداعياتها الاقتصاديه على العالم وبالذات على مصر، واحنا يعني بنتكلم كتير عن الوضع الاقتصادي في مصر، كان المفروض ان احنا يكون لنا اعمال فنيه بتوعي الناس للظرف العالمي اللي بيعاني منه العالم كله اقتصاديا، وان ده لازم يكون له انعكاسات على الوضع الاقتصادي في مصر وخلافه. فيعني المفروض ان احنا يكون لنا دور اكثر ايجابيه من ذلك. مشاركتنا في الانتخابات هيكون هو ده الدور الإيجابي من أجل مستقبل أفضل لمصر. الفنان الكبير كمال أبو ريا، بشكر حضرتك يا فندم. ألف شكرا. شكرا يا أمنية، وشكرا لفناننا الكبير كمال أبو ريا. نبقى مع رموز هذا الوطن ورموز المجتمع زي ما تكلمت أمنية عن القوى الناعمة وأهميتها الحقيقة أنها تكون بوصلة لهذا الشعب العظيم نحو بناء المستقبل. أستاذتنا الكبيرة ماجي الحلواني، العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، معنا عبر الهاتف. دكتورة ماجي مساء الخير يا فندم. مساء الخير، النور والسرور والسعادة على مصر الكبيرة إن شاء الله، وسعداء بوجود حضرتك معانا. وخليني أسأل حضرتك
كمراقب وكخبير إعلامي بكل هذا التاريخ وكل هذه الوطنية، أذهلك الشعب المصري النهاردة وشفتي هذا العرس، إنجاز لي أني أسميه كذلك، إزاي؟ أيوة، يعني أنا سعيدة وفخورة أن أنا مصرية وأن أنا أشاهد هذا العرس كما قلت، أو هذه الاحتفالية بالانتخابات، وشيء غير متوقع. يعني كلنا يعني فرحانين جدا أنه العدد غير مسبوق الحقيقة في جميع المحافظات، وليس في محافظة واحدة، كل المحافظات. وأكثر ما لفت نظري هذه المرة الشباب، كنا دايما بنعتب عليه ونقول ما بيحضرش، لكن هذه المرة ناسك المرأة، لأن المرأة دايما هي كانت القدوة وكانت دايما لها دور ريادي في الانتخابات، لكن هذه المرة فعلا الشباب قام بدوره. وأنا بحيي بالمناسبة الحقيقة قناتكم القناة الأولى على دورها في توعية جموع المشاهدين وتقديمها للعديد من التنويهات والجمل اللي تحفز على الذهاب للانتخابات، وجميع الحقيقه القنوات قامت بدور كبير جدا في هذا الموضوع، مما جعل الجميع يقبل بشكل كبير على الانتخابات. فتحيه لجميع الناخبين اللي راحوا قدموا باصواتهم، اننا بنبين فعلا ان احنا شعب ديمقراطي وبنختار بانفسنا من يمثلنا احسن تمثيل. دي شهادة للإعلام المصري، سواء كان التلفزيون المصري اللي بنسعد بوجود حضرتك معانا عبر شاشاته دكتورة ماجي، أو حتى القنوات الوطنية اللي بتقوم بدور كبير في ظل هذه الحرب، وده بيعكس شيء مهم، هذا الإقبال. وحضرتك تصححي لي أيضا كخبير إعلام، هل أدرك الشعب المصري حجم المخاطر المحدقة بهذا الوطن، ومن ثم كان هذا التعبير وهذا الاصطفاف الوطني دكتورة ماجي؟ أكيد أكيد شاهد ما يدور حوله من صراعات ومخاطر كبيرة جدا، فطبعا ذهب بهذه الكمية اليوم ملايين وليس آلاف. يعني أنا بتوقع أنه هيمتد الانتخابات، ممكن تمتد يوم أكثر، لأنه نسبة الإقبال غير مسبوقة. يعني اليوم كان حسب ما أذيع حوالي فوق 5 مليون حتى حتى الساعة 3 5 مليون طبقا للمستشار احمد بن داري. والهيئة الوطنية للانتخابات شيء غير مسبوق. يعني انا بتوقع انه يمكن يزداد يوم اذا اتيحت الفرصة، يعني لانه فعلا اعداد غير مسبوقة، وبتمثل امام جميع شعوب العالم، وليس امامنا فقط في مصر لكن امام جميع شعوب العالم.